خليك معايا شويه. هادي وهادي الاثنين اتس، بس هل بتعرف حجم الخربطه فيهم من الناس رغم انه هم كثير سهلين؟ طب هاف هاد وهاز بليد وهاف بين وهاز هاد وهاد هاف وهاد هاد، ايش قصتهم هذول الجماعه كلهم بهذا الفيديو؟ ازرع لها كم من تغشيشه. التغشيشه هو افخم ما انتج سبيتا واطلق عليها تغشيشه، معلومات صغيره تحميك من غلط توفر عليك كثير بالانجليزي. يلا نشوف مع بعض حبايب قلبي اسود سبيتا. اليوم رتبنا لكم حلقات المنهج كلها في قائمه تشغيل واحده، بتلاقيها مكتوب عليها ابدا من هنا، منهج شامل كتب لك عليها ابدا من هنا. سيب كل الفيديوهات اللي في القناه، سيب كل قنوات قوائم التشغيل وخذ هذه القائمه، هيها مرتبه من الحلقه واحد، ضلك امشي معايا. بتشوفوا الواحد بيقول لي من وين ابدا، بامكانك تبدا من هذه الحلقه من رقم واحد وضلك مكمل. الكتاب افخم كتاب واكثر الكتب مبيعا لغايه الان الحمد لله في تعليم الانجليزيه، مبسط مشروح بالبلدي، تصميم رائع جدا بأسئلة محلولة ومش محلولة، بإمكانك تحصل عليه من أي مكان في العالم. هاي أرقام التليفونات أو رقم الواتساب اللي أنت بدك تراسلنا عليه عشان تحصل عليه، برضو أحط لك يا محمد من هنا استفيد. حبيب قلبي أهلا وسهلا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول شيء أنا بعتذر إذا كان الصوت عندي عالي، حاولت إني أوطي بس ما بتزبط، فأنت إذا حسيت صوتي عالي وطي صوت التليفون عندك أو التابلت، بكون شاكر جدا لإلك، وأنا بعتذر مسبقا إذا بتحس إنه صوتي عالي، بس هذه طريقتي في التدريب، صوتي قوي عشان أعطيك موتيفيشن. الآن من الأشياء اللي بشوفها رح نحكي بهذا الفيديو تغشيشات، وأنا بالنسبة إلي بصراحة بس المفروض بسميهاش تغشيشات، اسمها فضايح، اللي بشوفها على الفيسبوك بالذات ومن ناس مش مفروض يغلطوها وفضيحة ومقززة وعيب نغلط فيها. تعال نشوف أشهرها، بتلاقي واحد جاي كاتب لك إتس هادي بدل هادي. طب لحظة 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 يا سبيتا، ما هو التنين نفس الإشي؟ لا مش نفس الإشي، اثنين مش نفس الإشي أبدا، اثنين نفس اللفظ فقط، لكن هم ليسوا نفس الكتابة وليسوا أبدا نفس الاستعمال والمعنى. شوف معايا، هادي اللي فيش فيها بوستروف اس اللي هم الثلاث حروف ورا بعض، هذه لفظها اتس وهي عبارة عن للملكية، يعني زي كما بنقول تبعها او تبعه، زي ما بنقول اتس دو اتس هاند اتس كلر. ايش معناتها؟ والله بابه، البابها، ايدها، لونها او لونه. اذا هذه لفظها اتس وكلمة واحدة وليست كلمتين وفيش فيها ابوستروف ولفظها اتس. طيب تعال نجي للمصيبة اللي كلكم بدل ما تكتبوا هادي نسبة كبيرة بروح بكتب هادي. هادي نفس اللفظ اتس، بس هادي ما معناهاش حتى اتز لحالها. هادي اما معناتها ات از او ات هاز، معناتها تكون او يكون ويملك او يمتلك او يم او يم او تمتلك. زي مثلا مثال على it is بنقول it is tall it is big الى اخر. اذا هي تكون، هاي معناتها، هذه معناتها بابها، لكن هنا هي تكون فاعل وفعل، فاعل ضمير فاعل وفعل، اما هذه صفة ملكية. طيب it has بنقول it has it has a hand أو بنقول it has been raining. إذا معناتها هنا هنا تملك أو تمتلك، وهنا استعملناها كفعل مساعد في المضارع التام أو في المضارع التام المستمر. إذا هذه من الخرابيط اللي بشوفها وأشوفها من ناس متعلمين وحتى بعضهم عايش في بريطانيا، روح ولا تزعل والله العظيم أنا حلفت يمين، فضايح فبدناش نغلط فيها. طيب تعال ناخذ معلومة ثانية، تعال ناخذ معلومة ثانية. لما أنا يكون في عندي هي أو شي أو إت، هدول الجماعة الثلاثة مسالمين وحلوين بياخذوا الصيغة الصغيرة من الفعل، فهو بيكون بيجي بعديهم مثلا بيجي بعديهم هاز وبيجي بعديهم إز وبيجي بعديهم واز وبيجي مثلا بعديهم الفعل بنحط له في المضارع بنحط له أس. طيب هيك لازم تكون، بنقول she has a car she is tall مثلا هذا beautiful he was hungry جوعان he plays football. هاي اعطيتكم امثله، لكن الغلطه الكبيره اللي بيغلطوها نسبه كبيره من الناس حتى المتقدمين شو هي؟
انه لما بيكون في حاجه ثانيه قبل هاز قبل هدول، يعني بين الفاعل بين هي وشي وات وبين هدول، لما بيدخل حاجه بينهم ها هنشوف ايش الحاجات، هذا ببطل، هذا لازم ترجعه لاصله. فبتصير مثلا بنقول شي مثلا شي ويل، مفحش نقول هاز، غلط، نرجع الفعل لاصله بتصير هاف. رح تقول طب استاذ معي شي ما بتاخد هاف، ما بتاخد هاف، بس هنا مش شي اللي بتاخد هاف، شي خلاص اخذت ويل، لكن هاف ملهاش علاقه في شي الان. فدائما متى بستعمل هدول مع الضمائر الثلاثه المفرد؟ لما ما يكون بينهم فاصل، فانا بقول شي ويل هاف، بنقول شي هاف عفوا، لو قلت شي هاز فاش نقول كم مره هاز، خلاص اللي فعل بعد هاز بنروح في التصريف التالت، بنقول شي هاز هاد ان اكسيدنت، يعني تعرضت لحادث. شفت هاز تاخذ شي، بس اللي بعدها اللي فعل اللي بيجي هنا هذا اللي بيتحكم فيه مش شي. دائما احفظها قاعده، اللي بيتحكم في الشغله او في الكلمه بالانجليزي هو اللي بيجي بعدها مباشره هنا، مش اللي بعدها واللي قاعدها، لا، اللي بيتحكم فيها احفظ هذه القاعدة، بتسهل عليك كتير بالانجليزية كلها. اي حاجة اللي بيتحكم فيها هو اللي قبلها مباشرة. اذا انا والله لقيت هاف، اذا لقيت هاف وقبلها اي حاجة هنا، فاللي بيجي بعد هاف خلينا نقول الفعل الفيرب، هذا اللي بيتحكمش بيتحكم بالفعل، مش 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 الفاعل، مش اللي هنا، لا، اللي بيتحكم فيه اللي يجي قبله مباشرة. فدائما ايش قبل الفعل؟ هاف. ايش الفعل بعدها؟ التصريف الثالث دائما. طيب لو انا والله في عندي مثلا شي داز او دازنت، بنفع احط هاز ولا هاف؟ ما بنفع احط هاز، خلص. ليش؟ لانه اللي اجى قبل الفعل مين؟ هو دازنت وداز، وهذول ايش بيعملوا في الفعل؟ برجعوا لاصله، فلازم احط هاف. إذا من القواعد المهمة جدا بدك تحفظها، وهيني الآن قاعد بصيغ لك إياها بصياغة كثير حلوة. اللي بيتحكم بالفعل هو اللي جاي قبله مباشرة، مش الفاعل والفاعل واللي قبله والفاعل، لا لا لا، والضمير والفاعل، لا. اللي بيتحكم فيه هو إيش جاي قبله؟ هل جاي قبله هاف؟ هل جاي قبله هاز؟ هل جاي قبله هاد؟ هل جاي قبله واز؟ إلى آخره. بدي أمسح بدي معلومة جديدة، أمسح خط صورة ناخذ معلومة جديدة. الآن من الأخطاء الكبيرة كتير 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 كمان بتلاقيه بي was، هي استعمال بالذات was. خلينا نضيف عليهم were وأضيف عليهم is و are و am. يا جماعة هدول إما أنا بستعمله كفعل، شوف معي، بستعمله كفعل ماضي من الفعل يكون، بمعنى كان أو كانوا أو كانت أو كنا، وهنا بيستعمل قبل الصفة. هات مثال لو سمحت يا سبيتا. حاضر، بقول I am tall، أنا بأخذ tall لأنها صفة سهلة. طيب أنا أكون طويل، بقول I was tall وبعدين انسخطت صرت قصير. I was، كنت قصير. نفس الشيء بنقول they were tall أو he is tall. إذا هذول كلهم صفات وإجا قبلهم مين؟ am و is و are و was و were، اللي هم مشتقات الفعل be اللي هو يكون، فاستعملتهم بمعنى يكون في الماضي وقبل الصفة. لكن المشكلة الكبيرة والعويصة وين؟ المشكلة بدي امسح هذا. المشكلة العويصة لما بنستعملهم بمعنى يكون، ها نستعملهم مع الزمن المستمر، فبقول I was وبعدها بدك تحط بعديها فعل، فالفعل لازم يجي معه ing. بنقول I was playing، I am playing برضه ing، she is playing،
he was playing, they were playing. إذن لاحظ إنه الأفعال هدول مشتقات بي إجوا هنا قبل الصفة فاستعملتهم بمعنى يكون في الماضي، ولما إجا بعدهم فعل مستمر حطيت بعده ing. أحياناً بنقول عن نستعمل برضو هدول الام واز وآ لما يجي بعديها التصريف الثالث، ولكن هاي الخربطة الكبيرة. واسمع المعلومة هذه. طب يا سبيتا كلامك غلط، تحسبت لك يا سبيتا انه كلامك غلط، تفضل اثبت لي هاي الجملة يا سبيتا. شوف معايا، بدي اقول يا سبيتا the chair is broken. هاي يا سبيتا هذا هو التصريف الثالث اللي هو الباست من الفعل break، ومعناها انت كلامك غلط لانه انت قلت am و is و are و was و were بيجي بعديهم اما فعل ing او بيجي بعدهم صفة. اذا هنا اجى تصريف ثالث فكلامك غلط يا سبيتا. لا كلامي مش غلط، ولكن اللي درسك الانجليزي ما علمك الانجليزي كما يجب، وما بسط لك الانجليزي زي ما سبيت راح يبسط لك اياها. وخذ مما فتح الله علينا واستفيد وخليك اسد. قول يا سبيت. طب قول التصريف الثالث من الفعل. التصريف الثالث من الفعل يستعمل كصفة. ايش؟ تعال اقولك براح، تعال اقولك ايش معنات الجملة هذه. the chair is broken. الكرسي صح كلامك والله، الكرسي مكسور. مكسور عبارة عن ايش؟ صفة. اذا التصريف الثالث من الفعل هو صفة، وبالتالي هذه هي هذه بالضبط. the chair is broken ولا the chair is tall ولا the chair is beautiful. والله معلومة جديدة هذه. فأنا بدي نقول the chair is broken، أو شوف هذه he was he was مثلا بنقول he was he was broke. في ناس تعملوا له broken هو كان مكسور. إذا الصفات، إذا لقيت في عندك واحد من مشتقات الفعل بي أم وإز وآر وواز وير ولقيت بعدها تصريف ثالث، ما تخاف وترتبك، لأنه وقتها هذا ما بيكون فعل تصريف ثالث، بيكون عبارة عن صفة broken. وصفات تانية كتير ممكن في بعض الأفعال كتير التصريف الثالث منهم يعتبر صفة. إذا هذه اللي شرحت لك إياها معلومة جدا، وأنا أوعدكم أني راح أحطها في سؤال على الفيسبوك وأشوف إذا في واحد من هالآلاف اللي بتتابعني أو مئات الآلاف اللي بتتابعني على الفيسبوك بعرف يحلها. فهذه قاعدة كتير مفيدة. أنا شرحت لك كل الكلام هذا في الكتاب الأكثر مبيعاً وأفضل كتاب عربي في الوطن العربي لثلاث سنوات على التوالي بفضل الله، يشرح الإنجليزية بالبلدي بالبساطة، وفي قلبه ما هو أصل الجملة والأفعال المساعدة والفاعل والفعل وكل اللي بدك إياه. كتابي اللي بيشرح كل الأزمنة بأسئلة وتمارين محلولة ومش محلولة، إن كانت تحصل عليه في أي مكان على الكوكب اليوم، إن شاء الله أمريكا، كندا، أوروبا، تركيا، الوطن العربي كله. هاي أرقام كيف تحصل على الكتاب، وإذا تغلبت وما عرفت كيف تحصل عليه في بلدك بس مسج واتساب صغيرة على هالرقم زي الأسد، بس واتساب بيوصلك الكتاب لعندك. استفيدوا، أعطينا لايك، نشوفكم في فيديو جديد. هذا الدرس موجود كله مكتوب تطبعه بشكل جميل على موقعنا sbeta.com، وعلى فكرة في كتب مجانية كتير على sbeta.com كنز بس ما حدش بيطلع عليه. بالتوفيق.